مليو في المونديال المدرب الوطني ما كانش عنده ظهور عالمي، وحتى لي بوان دو بريس ما عملش، وقعدت برشا أسئلة تدور في أذهان الجمهور التونسي حول مشاركتنا في المونديال وتقييم لها. ثم شكون يعتبرها مقبولة وثم شكون يعتبرها فاشلة 100% بحكم عجزنا على عبور الدور الأول كالعادة. حصة سويع أسبار على قناة حنبال استدعوا جلال القادري وسألوه على برشا حاجات وما سألوهش زاد على برشا حاجات أخرى. اليوم باش نشوفوا أهم التصريحات متاع جلال القادري وتقييم الماتشوات تونس في المونديال، باش يحكي زاد على قائمة جديدة واللاعبين اللي باش يعزز بيهم صفوف المنتخب في ماتشوات ليبيا متاع لالي والروتور، والملاعبية التوانسة اللي عندهم دوبل ناسيوناليتي، وعلى برشا حاجات أخرى. يلا نشوفوا مع بعضنا أهم ما جاء في تصريحات جلال القادري ونعلقوا على التصريحات نتاعو. خلينا نكون واضح، ومن حق الشعب التونسي وقت اللي يقول جلال القادري ولا المنتخب هذا ما نجحش في هدف، هدفنا المرور للدورة الثانية. شخصيا نعتبر ما حققناش الهدف. شكون كان يقول اللي أستراليا باش تفوز؟ كانت نجم الدنمارك في المباراة الأخيرة تفوز على أستراليا. لامبريسيون اللي جاتنا بعد المباراة، الديسيبسيون كانت عندنا ناس كل، كيما الشعب كيما اللاعبين، حاسين أرواحنا اللي ضيعنا لأرواحنا فرصة تاريخية باش نترشحوا. لا سونساسيون هذه كانت عندنا. مباراة أستراليا ممكن كان بدينا بأربعة ثلاثة ثلاثة من الأول كان ينجم، والعكس زاد صحيح، ما ثم حتى فيريتي في الكورة. خاطر المجهود اللي قاموا به في المنتخب بتاع فرنسا، حرام باش نجي ونقولوا المنتخب الفرنسي يلعب بالفريق الثاني، نسمع فيه محللين وفنيين، اوكي جمهور عادي جدا. اما وقت اللي تحكي على فني، كي نحكيو على فاران يلعب في مانشستر فريق ثاني، ونحكيو على كانوتي يلعب في ليفربول لاعب اساسي، ونحكيو على اليوم كامافينجا ظهير يسار في ريال مدريد فريق الاول في العالم، ونحكيو على شواميني، ونحكيو على غاندوزي كابيتان ديكيب اذا كان ولا دخول غاندوزي كفريق ثاني، ونحكيو على كومان البارح شفناه مع بايرن دومينيخ شنو اللي عامل، اذا كان هذا فريق ثاني علت على الدنيا سلام، على الاقل ما نقصوش من الميريت. اليوم عليه كشعب تونسي حتى الفرحه ولينا نقصوا فيها على روحنا. اليوم المنتخب هذا والاولاد هذوما بالمجهود نتاعهم باستحقاقهم يا سيدي، اقسم بالاله العلي العظيم، اقسم بالاله العلي العظيم ثلاثه مرات لا ثم عضو جامعي اتدخل ولا حط يده في المنتخب. ظلم اوفريسونس ديومو، كونك انت هذا لازم يمشي والاسباب غير رياضيه، والا التيوري دو كومبلو اللي ولات عندنا، وهذا بي وهذا علي وهذا تحبه وهذا ما تحبوش، ما جايبش نحبه تي. انا اقوى بيرفورمانس في حياتي باش تبقى لي في تاريخ، باش نتعدى الكوب دي موند، باش نجي نلعب هذا نحبه وهذا ما نحبوش، هذا الا غالب اون ريزون كوم سا، برشا عاطفه. لكن باش تكون قائمه عاديه جدا، اكيد باش يصير فيها بعض التغييرات ان شاء الله، شوي يكبر خير من اللي شوي ينقص. اول حاجه سالوه على تقييم مشاركه تونس في المونديال، وشنو هي رايو في الروندمون تاع ليكيب نتاعنا في لي تروا ماتش، ماتش الدنمارك، ماتش استراليا، وماتش فرنسا. نسمعوه اش قال في الموضوع هذا. تقييم الهدف لوبجيكتيف، خلينا نكون واضح، ومن حق الشعب التونسي وقت اللي يقول جلال القادري ولا المنتخب هذا ما نجحش في هدف، هدفنا المرور للدوره الثانيه. شخصيا نعتبر ما حققناش الهدف. الهدف هذا محطوط قبل ما يجي جلال القادري، الهدف عقد الاهداف مع اي مدرب مع منظر كي كان موجود. المرور للدور الثاني هو الهدف اللي حطه المكتب الجامعي لاي مهما كانت القرعه، بعد ما شفنا وين تختلفت الامور، بعد ما شفنا القرعه وشفنا المنتخبات اللي احنا معاه. اذا نكونوا امناء نجموا نحكيوا توا اللي نحبوا، لكن اذا نكونوا امناء مع انفسنا، نسبه تحقيقنا للهدف عند الشارع الرياضي كل، انا وقت اللي قلت راه باش نحققوا الهدف هذا الناس تضحك علي. صحيح. باه مشيت جي غاردي لي زوبجيكتيف، علاش؟ على خاطر لازم الميساج اللي نعديه لملعبيتي والطموح نتاعنا يكون عالي، وهذا كان مهم جدا في الخطاب اللي يصير قبل مونديال. توا التقييم الثاني، دونك الهدف ما حققناش الهدف، ولو ان كنا نعرفوا دافونس اللي القرعه كانت صعيبه، لكن هذه كوب دو موند، ونعرفوا لتحقيق الهدف في المجموعه هذه باش يكون صعيب شوي، باش نقولوا بنسبه 50%. شنو اللي كان مطلوب مني تو نتعدى للتقييم الثاني؟ لاناليز تاع الريزولتا، النتيجه. هذا الهدف ما حققناش، اليوم النتيجه. شكون ينجم ينكر اليوم قبل بدايه، ديما نرجع قبل بدايه كاس العالم، اربع نقاط في مجموعه كمان، لكن اربع نقاط بالنسبه لنا احنا كانوا ينجموا يكونوا
في الدوره الثانيه كافيين يعدوك للدوره الثانيه. ما وفقناش ربي، كانوا نجموا ثلاثه نقاط مع استراليا والعكس بالضبط. نقطه مع فرنسا كان ربحنا استراليا وخسرنا فرنسا نتعداو. هذا حساب اسافوار ماتش فرنسا بعد كيفاش يتعدى اسافوار ماتش استراليا. شكون كان يقول اللي استراليا باش تفوز؟ كانت نجم الدنمارك في المباراه الاخيره تفوز على استراليا. دونك كل شيء كان ينجم يكون ممكن، لكن بالنسبه لي نحن كاربع نقاط كتحليل للنتيجه، وقت اللي انا تكلمت قلت راهي كنتيجه من 98 حققنا افضل نتيجه، ماهوش من باب الغرور، ماهوش من باب المغامرة. من 78 سامحني، اللي احنا فوز وتعادل وهزيمه على ثلاثه مباريات. الحاجه الثالثه اللي صارت دونك كنتيجه نعتبرها ايجابيه، لكن ما حققناش الهدف نتاعنا. باش نفهموا نيون سويت، نرجع لك توا نحكيو فنيا بالماتش بالماتش. اول تفكيرنا كنا نعرفوا القيمه المعنويه خاصه ومن الناحيه الذهنيه كونه ندخلوا في المسابقه بنتيجه ايجابيه ومردود مشرف زينا من هك نمشي ونبقى اونجير لو ماتش. وشفنا ليتا ديسبري اللي لعبنا به كو سوا سو البلان تكتيك، والمهم ليتا ديسبري اللي لعبنا به. كنا قراب للامانه لو امنا اكثر في طرح الدنمارك كنا نقدموه طرح بلغه الكره. باه بقى توا التساؤل الكبير بعد النجاح هكا بعد المردود على الاقل الممتاز، مباراه ونجحنا فيها على المستويات الكل، النتيجه تمنيناها تكون افضل، لكن نقطه في نهايه المباراه بالمردود هكا كانت ايجابيه جدا. القراءه اللي مش عملوها قبل مباراه استراليا، قبل المباراة، أثناء المباراة، وبعد المباراة. عادي جدا الرياكسيون تاع الشعب، احنا بيدنا قراءتنا ما بعد المباراة، قلنا كنا نجموا نصرفوا خير من هيك. كنا نجموا ثم بعض الاختيارات كانت غيرت، كنا نجموا ممكن. فاش أخطأت سي جليل في طرح أستراليا؟ هاني قلت لك القراءة تاعنا أخطأنا بعد المباراة، تقول كنا نجموا نبدو بتنشيط هجومي آخر، بطريقة أداء ديسبوزيتيف من 3-4-2-1 نرجعوا 4-3-2-1، هذوما الكل قراءات ما بعد المباراة، لكن بالنسبة لي نحن كإطار فني كملنا مباراتنا، عندنا بالتدقيق معناتها وبالتفصيل تحليل كامل على أستراليا، زدنا شفنا مباراتها مع المنتخب الفرنسي، وكانت القراءة تاعنا كونه المنتخب هذا عندنا دو فاسون دو جيري الماتش هذا. يا اما نبقاو على الثوابت نتاعنا اللي هو مكتسب لي نحن، عطانا كابيتال كونفيونس كبير، خاطر احنا ما تنساش لي فتره كامله كنا نلعبوا ب 4-3-3 4-3-2-1 ولا 4-3-3 كل حد كيفاش يفسرها. جينا بعد المباراه تاع البرازيل، وهذه من المكتسبات بعد ما كثر الكلام تاع المباراه تاع البرازيل، من المكتسبات كونوا بعد المباراه هذه خذينا القرار باش نتعداو للتنشيط نتاع 3-4-2-1 وشفنا انفسنا نجحنا به. نفس المواصفات تقريب 70% من الامكانيات نتاع المنتخب الاسترالي، نفس البروفيل نتاع المنتخب الدنمارك، خاصه في لي ترانزيسيون، في لي فاز دو ترانزيسيون، سي اون ايكيب اللي تنجح برشا في لي ترانزيسيون، في الجو ديريكت، قلقونا تكتيكيا في ال 20 و 30 دقيقة الأولى، لقينا صعوبات تكتيكية، احنا مالوريزمون ما نقبلوش لادفيرسيتي، يعني لازمنا احنا نحضروا وما نقراوش بحساب لادفيرسير، حطنا اون ديفيكولتيز في البلان تكتيك، لقينا مشاكل كبيرة في 30 دقيقة الأولى، خسرناها. كان تذكر توا ال 15 دقيقة نتاع الشوط الأول شنو اللي صار؟ صار ان شونجمون في وسط الماتش، طبعا بعد نحكي عليه، لو ديسبوزيتيف تبدل افيك لي ميم جوار عمدي، بدلنا لو ديسبوزيتيف ولقينا حلول خاصة على مستوى التنشيط نتاعنا في وسط الملعب، كنا نعرفوا اللي في وسط الملعب لقينا ديفيكولتي، اينوزون بريسي في المونتي دبال اللي كانت نقطة قوتنا اللي كنت نحكي عليها وكنا يخلينا نمتلكوا الكرة، ايزون بريسي تريو وحطونا في ديفيكولتي، ثم شوية ديشي تكنيك، ثم شوية تراك سي فري، خسرنا كرات اللي مش متعودين نخسروهم، لقينا ديفيكولتي في الكونستركسيون جو وين هما أجبرونا، ما كانش أن شوا، ماهوش مهبول الواحد بعد هذا كل باش نمشيو نتعداو لا اون اوبت بور لو جو ديريكت ولو جو لون فاس ان ادفيرسير كيما الاسترالي، دونك هما فرضوا علينا طريقة الأداء هذيك، خذينا القرارات الأربع ساعة الأخرى اللي حكيت عليها تقريبا ثلاثة فرص أوضح فرص جاونا نتاع يوسف دو زوكازيون ونتاع دراجر في اللي 15 دنيير مينوت نتاع الميتون الأولاني، كرة كانت نجم تبدل مجرى مباراة، ما نحبش نربطها بكرة، لكن على مستوى خلق الفرص رغم مردود ما كانش كبير كما تمنيناه، لكن خلقنا فرص، وهذه هي اللي يعمل فرق في نهائيات كأس العالم في مباريات بالمستوى هذا، ونشوفوا عدة منتخبات أخرين حتى يكونوا سيئين يعرفوا كيفاش ينتصروا في المباريات هذه. قمنا بالتغييرات اللازمة في الشوط الثاني، تغيرت معطيات المباراة تقريب الفيزيونومي تاع الماتش، ولينا سيطرنا أكثر، ولينا نشوفوا في المنتخب التونسي يلعب ضد منتخب أسترالي، احنا نسبة الامتلاك تاع الكرة تحسنت، عدد الفرص تحسن، التنشيط الهجومي تحسن، ما كناش موفقين في 30 متر الأخير، وهذه مشكلتنا الأزلية، نعرفوا احنا ماناش ليكيب تاع تونس، ماناش ليكيب اللي متعودين نسجلوا أربعة وخمسة أهداف على فرصة على زوز فرص، نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيهم، ثم اون انتيليجونس شي سارتان جوار اللي يعرفوا يتصرفوا في الوضعيات هذه، ما كناش موافقين في المباراه هذه اللي خلتنا نخسروها،
ومستنا ذهنيا شويه. وقت لعبنا احنا ضد المنتخب الاسترالي من الدقيقه الاولانيه الزون دو بريس والزون دو ريكوبيراسيون دو لابال تاع المنتخب الاسترالي ما نقولش تفاجئنا على خاطر متحضرين، لكن حطونا اون ديفيكولتي. الكره الاولى ما خرجتش صحيح، الكره الثانيه ما خرجتش صحيح، ثم دي شي تكنيك دخلت الدود في ليكيب. لكن كي نشوفوا توا كما تحكي انت اون تيرم دوكازيون المنتخب الاسترالي، ديما نرجع لك للاحصائيات المهمه، واحنا سيئين. المنتخب الاسترالي حمدي كره مؤطره جابت هدف، يعني على مستوى الفاعليه كان فاعليه 100% نجاح 100% نجاح 100%، ولا كره ما قلقوناش دفاعين، خلقونا في الجانب الهجومي تاعنا احنا اللي حطينا في الكونفيغوراسيون تاع الماتش اللي نعرفوا اللي احنا حتى على مستوى البوزيسيون دو لابال احنا باش ناخذوا اكثر لاسوندون، نحبوا نشدوا كره، نحبوا نخلقوا فرص على خاطر فريمون حسينا اللي احنا قادرين باش نربحوا. وهذيك لابروش هبطنا سيفري زون دو كونفور ما نوافقكش برشا، لكن عطتنا كونفيونس، لكن هبطنا بثقه ميزوري اللي كانت مطلوبه، لان احنا ديما التراك تاع البرومي ماتش يوسف ديما يبقى مؤثر جدا. ديما احنا التراك هكا تعديناه، كسبنا ثقه كبيره، ثقه ديما نرجع في ما توصلش للرولاشمون، لا هبطنا تري ديتيرميني في الماتش تاع استراليا، وكنا نعرفوا اللي الماتش باش يعدينا صحيح كيف ما قلت انا عبرت حلمه، نعرفوا اللي فيكتوار هذيك يمكن البريسيون اللي صارت البريسيون في الكوتي الاخر، يعني تلمو حسينا روحنا قراب من الهدف نتاعنا اللي اثرت رجعت سلبيه، رجعت دون ان سونس سلبيه، لكن تكتيكيا عرفنا كيفاش نتعاملوا مع لقينا صعوبات تكتيكيه في ال 20 دقيقه الاولى، عرفنا كيفاش نتعاملوا معها، قمنا اصلاح تكتيكي في وسط المباراه اللي تقريبا دراجر رجعنا كان تشوف 30 دقيقه الاخيره ولا 15 20 دقيقه الاخيره تاع الشوط الاول دراجر طلع بانكرون ولا ديلان برون براتيكمون هو لاريير لاتيرال دروا، كان رجعنا اكات سورتو في الكونسيبسيون اوفنسيف رجعنا كان 4 2 3 1 نعيم دخل حاولنا نغيروا، لقينا المشاكل اللي كانت عندنا في الوسط بدخول نعيم لقينا اكثر دي سوليسيون هو يوسف اعطونا دي سوليسيون في لونترو جو، تحسننا نسبيا خلقنا هكا علاش خلقنا ثلاثة وأربعة فرص كانت واضحة ما كناش موافقين فيهم. الشوط الثاني صار تغيير تكتيكي رجعنا الأربعة ثلاثة ثلاثة لقينا أكثر حلول أكثر مساحات في الوسط فرضنا الأداء تاعنا ما كناش كيما الدنمارك على خاطر العباد بقى في ذهنهم انا راهو نحكي توا مباراه استراليا على الاقل عودت المباراه الكل، لكن استراليا يمكن اقل شيء تفرجت فيها 18 مرات بعد كاس العالم وبعد المباراه مباشره يعلم كان ربي خاطر حسينا ما كناش سيئين ما كناش سيئين لامبريسيون اللي جاتنا بعد المباراة الديسيبسيون كانت عندنا الناس الكل كيما الشعب كيما اللاعبين حاسين رواحنا اللي ضيعنا لرواحنا فرصة تاريخية باش نترشحوا لا سونساسيون هذه كانت عندنا، لكن كي تعاود تشاهد المباراة وبأكثر كلام وأكثر تدقيق وتعاود تقص وتعاود تشوف عملنا مباراة محترمة جدا. مباراة أستراليا ممكن كان بدينا بأربعة ثلاثة ثلاثة من الأول كان ينجم والعكس زاد صحيح ما ثم حتى فيريتي في الكرة. اللوم اللي صار الكل بعد مباراة استراليا الناس الكل نغيروا التشكيلة فيما غيروا التشكيل. اليوم 90% من المدربين انا كمدرب وتعودني توا قبل المباراة ما غير ما كي عودت شاهدت المباراة نجم نبدل رأي، لكن قبل المباراة انا عندي ساتيسفاكسيون توتال. منتخب استراليا المباراة الأولى اش عمل؟ نهزم أربعة مع فرنسا. التشكيل اللي لعبت ضدنا قداش تغيير صار؟ ما بين مباراة فرنسا ومباراة نحن. صفر تغيير عندهم لاعب مصاب الظهير الأيمن. يعني فريق ينهزم بربعة لأنه يلفيسي شوية يعود لك بنفس التشكيل وإحنا اللي مقدمين مباراة ممتازة وساتيسفاكسيون توتال شنو هو الداعي باش نغير حتى على مستوى اللاعبين حتى على مستوى الجهاز الفني كل كانت عندنا الثقة اللي الطريقة اللي لعبنا بها كانت ناجحة تنجم تخلينا نعديو المباراة هذه صارت مشاكل تكتيكية في المباراة تعاملنا معها صلحنا تحسننا أكثر ما كناش موافقين في العشرين ثلاثين متر الأخرى هذيك أحكام الكرة قاسية جدا كيف ما حكيت 20 او 30 دقيقه حكموا علينا مش خلينا خرجنا من المسابقه هذه لكن ديما نرجع لا بيرفورمانس كانت موجوده لونفي كانت موجوده لا ديتيرميناسيون كانت موجوده ونختم بالمباراه تاع فرنسا خاطر تحكي عليها برشا كلام وبقات حتى على مستوى اللاعبين أسوأ شيء في كره القدم وقت اللي ما نعطوش لو ميريت للي يستحق للاعبين على الاقل خلينا من الجهاز الفني خاطر المجهود اللي قاموا به في المنتخب تاع فرنسا حرام باش نجي ونقولوا المنتخب الفرنسي يلعب بالفريق الثاني نسمع فيه محللين وفنيين اوكي جمهور عادي جدا اما وقت تحكي على فني كي نحكيوا على فاران يلعب في مانشستر فريق ثاني
ونحكيوا على كانوتي يلعب في ليفربول لاعب اساسي، ونحكيوا على اليوم كامافينغا ظهير يسار في ريال مدريد فريق الاول في العالم، ونحكيوا على شواميني، ونحكيوا على غاندوزي كابيتان ديكيب اذا كان ولا دخول غاندوزي كفريق ثاني، ونحكيوا على كومان البارح شفناه مع بايرن دومينيخ شنو اللي عامل، اذا كان هذا فريق ثاني معناتها على الدنيا سلام، على الاقل ما نقصوش من الميريت. اليوم عليه كشعب تونسي حتى الفرحه ولينا نقصوا فيها على روحنا. اليوم المنتخب هذا والاولاد هذوما بالمجهود نتاعهم باستحقاقهم فازوا على بطل العالم اللي من 2010 ما انتصرش، هذه حقيقه. هذا الميريت ما يفسخه حتى حد للمنتخب بورت مش الجلال القادر، للاطارات الفنيه التونسيه. اول انتصار على حامل اللقب يصير، اول انتصار على منتخب اوروبي في تاريخنا كل في مشاركتنا في كاس العالم. نحكيوا على المنتخب الفرنسي اليوم، تقول لي انت مبابي ولا مال مبابي تصير له اصابه ولا شو تاع انترينور وقفت فرنسا، مش هيك كان حله. دونك اليوم لو كان ما جاتش الاجواء في المنتخب ممتازه، لو كان ما كانش تم ثقه ما بين الاطراف الكل عكس ما تقال او سو كي في مالو كور، اسكو ليتا ديسبري في ايكيب تخسر ضربه تقسم الظهر بعد مباراه استراليا واللي صار كل، وتشوف ليتا ديسبري هذيك بعد ثلاث ايام ضد فرنسا، تشوف رده الفعل هذيك ايتا ديسبري راه مش عندك تيلي كوموند باش تنزل عليها هيا نرجعوا بوزيتيف، هاي الاولاد وفاء كل شيء، ايتا ديسبري سا سو بريبار، لانه كانت ثم مجموعه ممتازه اجتهدت، كانت عندنا ثقه كبيره وكانت عندنا رغبه كبيره باش نمشيوا لبعيد وباش نحققوا الهدف نتاعنا وكنا قراب. ما وفقناش، اوكي نسمعك. نقد نسمعك، اتناقشني نسمعك، نصلحوا، لكن مش بالتهديم ومش بالاشياء اللي شفناها مالوروزمون. كي سألوه على التدخلات في القائمة متاع المنتخب ديورون كوب دو موند، وتدخلات من طرف أعضاء المكتب الجامعي سبيسيالمون من طرف رئيس الجامعة، نسمع واش قال في الموضوع هذا. يا سيدي أقسم بالإله العلي العظيم، أقسم بالإله العلي العظيم ثلاث مرات، لا ثم عضو جامعي اتدخل ولا حط يده في المنتخب. به صارت برشا ضغوطات على جلال القادري والاطار الفني الكل. بعض الاخبار راجت قبل انطلاق المونديال، نحكي على الاستاج السعوديه، تقول انه جلال القادري وقت اللي صار ضغط كبير وفورماسيون وتشكيله وقائمه وي 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 لمح انه ينسحب، موجوده هذه؟ لا، هو يحلف من جهه وسعد بكير يحلف من جهه وشهودين في قطر يعطيوا في معلومات اخرى ويحلفوا من جهه اخرى، والعلم عند ربي. قولوا لنا انتم زاد رايكم في الموضوع هذا، هذا من اكثر الحكايات اللي فيها نقاط استفهام كبرى. نشوفوا من بعد اش قال في موضوع كونه حس شروحه ظلم بعض الجوالات، بتبعوا مسألوا السؤال هذا، هما يقصدوا في الحقيقه على سبيسيال مو على سعد بقير، بون ما حبوش يذكروه بالاسم، اما ذاك القصد نتاعهم. كي سألوه دونك حس شي روحه انه ظلم بعض الجوالات في الليست فينال اللي دخل بها الكوب دو موند، نسمعوه اش قال في الموضوع هذا. شاك شوا يعطيك ديريكتومون ليليميناسيون، راهو بوست تاع سيليكسيونور باش تعمل ان شوا تاع 26 جور، ثم برشا ملاعبين ظلمتهم بلغه الكره اللي يستحقوا يمشيوا. اما شنو عندي انا الظلم اللي يحكي على باش نفسر الظلم الخايب، الظلم الخايب وقت اللي انت تبدا مقتنع اللي اللاعب هذا لازم يمشي ولاسباب اخرى ما تهزوش، ها هو الظلم، تتعمد اقصائه، هذا ما ثماش. ها هو انا شنو نقصد وقت نقول حتى ربي ما يباركش اذا كان نظلم، كوني عملت دي شوا سيفير، ثم دي شوا سيفير، عده لاعبين حقهم يمشيوا ومن حقهم باش يمشيوا، شاركوا في الكومباني كل، إلزون لو نيفو، لكن في نهايه الامر باش تعمل اختيار عده لاعبين، نعطيك انا اللي ما حكي عليه حتى حد، انا شفنا البارح بار اكزومبل حمزه المثلوثي من افضل لاعبين، كان كومباني كامله كان موجود معنا للوقت كرويا بيان سور، عمل دي بيرفورمانس خارقين معنا وقت اللي كان معنا في طيله فتره الاقصائيات، سته مباريات كان موجود تقريبا في ثلاثه مباريات، مباريات نتاع مالي الاخرانيه موجود، المعسكرات الكل كان موجود معنا، الاستاج الكل في اخر شوا المومو هكا اللي تاد فورم قبل كاس العالم في هيك الجمعتين ثلاث لو نيفو كان قريب، دراجر كان تري كونفيرمي ورجوع كشريدة في نيفو عالي، بدا يلونشين الكومبيتيسيون، وقتها حمزه تعدى باساج فيد صغير ان شو تري سيفير، هذا ما تكلم عليه حد صح. الظلم اوفري سونس دو مو، كونك انت هذا لازم يمشي والاسباب غير رياضيه والا
التيوري دو كومبلو اللي ولات عنا وهذا بي وهذا علي وهذا تحب وهذا ما تحبوش ما جايبش نحبو تي انا ما اقوى بيرفورمانس في حياتي باش تبقى لي في تاريخ باش نتعدى الكوب دي موند باش نجي نلعب هذا نحبو وهذا ما نحبوش هذا سيم الا غالب اون ريزون كوم سا برشا عاطفه لكن اليوم البوست نتاع مدرب وطني ماهوش بوست سهل مجبور عليك باش تقوم باختيارات واختيارات صعيبه واصعب شيء في كره القدم وحكاوها دي زونترينور تري كاليفي راهو لو شوا خاطر ساهل باش نتكلموا اما حط اي واحد في موقع انت اخذ قرار وباش تاخذ ديسيزيون في اوقات صعيبه في 30 ثانيه لازمك تعمل التغيير وعندك لاعب مصاب واللي ما يعرفوش الجمهور خرج فلان دخل فلان ما يشكل كوره كوره ثم تحذير عندك دي دوني انا هي السيليكسيون والا انا هي القائمه اليوم انا بعد خمس ايام باش نعمل قائمه يورا دي كريتيك وثم ناس باش تظلم وثم ناس تظلمت وثم ناس باش تعاود تظلم ديما بمنطق الكره هذيك هي اليوم انت عندك قائمه فيها 26 وعندك انويو نتاع 40 و45 ملاعب كان نعمل 100 قائمه 100 قائمه نعملوها هوني اليورا قائمه 101 اللي فيها واحد يمكن نظلمناه المكتسبات اليوم تاع المنتخب او انا نمشي بك شويه مكتسبات المنتخب اليوم وقت تشوف عندك لاعبين ناخذ لك باغ اكزومبل في وسط الميدان عيدوني صغيري بن سليمان عيدوني صخيري بن سليمان نعطيك ثلاثة بن رمضان بن سليمان وحنبال اللي عمارهم وزيدوه حتى العيدوني 25 26 سنة حنبال وبن رمضان 22 21 وبن سليمان 22 سنة هذوما عاملين كوبا راب كوب دافريك كوب دي مونت هاي المكتسبات هاو اللي نحكيو عليه اليوم هاو لا كونتينيتي اليوم عندك مجموعة فيهم اللي عامل دو كوب دي مونت اللي عامل 4 و 5 كوب دافريك واليوم عمارهم 26 و 27 سنة هذه المكتسبات الخبرة موجودة يعني عندهم كل شيء اللي زكي الكل هذا لي ديفونسور كي نحكيو على منتصر على ياسين مريح على ما شاء الله دونك احنا كونسيبسيون تاعنا ثم اون ليست لارجي ثم ان نويو سوليد اللي باش تبني به لو ستاتور تاع ليكيب ناسيونال وهذا اللي ديما نختلفوا فيه وثم بعدين ليتا دو فورم دو مومون ثم دي جوار اللي يعمل لك اربع خمسه مباريات وهوني تصير الاختلافات خاطر الجمهور كيفاش يشوف لاعب يعمل لك ماتش لونترينور ما ينجمش يحلل لك مش على ماتش اثنين اون شيرش لا ريغولاريتي ولا ستابيليتي ولا كونتينيتي في الروندمون تعمل لي على الاقل شطر سيزون تو كونفيرم النيفو نتاعك وليت فورم نتاع الجوار باش يكون جوار صغير جوار يبرز جوار هذوما لي تروا كريتير اللي احنا نشوفوا فيهم اليوم في المنتخب التونسي حتى على الفتره القادمه راهو اهم شيء واهم مكتسب راهو منتخب التونسي عندنا على الاقل 20 لاعب على الاقل 20 لاعب اللي هما ولاو انويو سوليد المنتخب الفرنسي ما بين اللي لعبت النهائي 2018 و 2022 كان تحسب عدد التغييرات يتعدوا على الصوابع دونك هذا اش معناتها المكتسب اللي احنا نحكيو عليه شكون من الجوالات نتاع المنتخب اعتزل والا ناوي باش يعتزل جلال القادري جاوب على السؤال هذايا اللاعب الوحيد اللي غادر بصفه رسميه المنتخب واللي اعلن هذا هو وهبي الخزري ونحب نشكره باللي باش نشكروه وشويه فيه اللاعب هذا على المستوى الاخلاقي على المستوى الرياضي اللي قدمه للمنتخب دونك هذا لو سول جوار اللي هو اعلن انسحابه واستقالته ولا روتريت انترناسيونال تاعو باقي اللاعبين كلهم على ذمه المنتخب دونك لاعب ينشط وعنده الرغبه باش يكون في المنتخب المنتخب ما يتسكر في وجهه لانه صارت بعض الكلمات وبعض التسريبات تقول انه الفرجاني السياسي يوسف المساكني ممكن يلوحوا بالاعتزال الدولي بتاعه المعلومة هذه أنا ما عنديش أنا كنت نحكي مع اللاعبين الكل حكيت تقريبا مع كل المجموعة اللي شاركت في المونديال الأخير كل اللاعبين عندهم نفس الرغبة ونفس الاستعداد ونفس الطموح باش يمثلوا المنتخب دونك طونك ما ثم حتى ديكلاراسيون أوفيسيال من عند ملاعبي أنا نتعامل مع المجموعة كل على أساس لاعبين عندهم الإمكانية باش يكونوا موجودين في المنتخب بعدين تبقى خيارات وقت في الكونفوكاسيون هذه حاجة أخرى كيسألوه على جوالات الجونيور فماشي جوار سبيسيالمون حاط عليه عينه ولا عاجبه وناوي باش يدخلوا في الليست الجديده نتاع ليكيب ناسيونال كل لاعب ينتمي لمنتخب الاوسط هو بروجي بروجي معني بالمنتخب هذا الحاجه الاولى الحاجه الثانيه اليوم ما زالت المشاركه متواصله اطار الفني ثم اطار فني من المنتخب الاكابر اللي كان موجود اليوم مع المنتخب الاول مع المنتخب الاوسط نستناو الناس كل تروح بعدين باش تكون اكيد جلسه بيني انا وعادل الفكره نتاع عادل هو اللي عايش معاهم هو اللي موجود معاهم دونك سي تري امبورطون دون لا كولابوراسيون باش ناخذوا القرارات اللازمه واي لاعب هو مؤهل لكن انا فكرتي اساسيه اللاعبين هذوما المجموعه هذه بعد شهرين او ثلاثه شهور يشاركوا في كاس عالم كاس عالم صح اصعب سيتوياسيون وقت اللي لاعب اوست في العمر هذا ويتعدى الستاتيو نتاع لاعب في الفريق الاول كيفاش باش تتعامل معاهم بعد في الفريق نتاع اوست
دونك بوان دانتيروغاسيون كبيره. اسكو في مصلحتهم اللاعبين هذوما شهرين قبل الكوب دي موند باش يكونوا في الفريق الاول، اسكو سا لي موتيف والا العكس؟ هذه لازمنا نتناقشوا فيها. انا يظهر لي من كلامه واللي نجموا نستنتجوا فيه ما بين السطور وانه مش ناوي باش ياخذ حتى حد. دونك هذيك سي اون جوستيفيكاسيون كونه عندهم كوب دو موند بيانتو جوست باش يعلل بها كونه ما باش ياخذ حتى حد من ليكيب هذايا جونيور. ربما ماهوش مقتنع بحتى جوار، ما حبش يقولها صراحة. سكي سير بالنسبة ليا كما قلت لكم ماهوش يهز حتى جوار على الأقل بور لو مومون، على الأقل بور لي دو ماتش هذوما الجايين متاع ليبيا. وصحيح هو ما قالش الكلام هذايا بشكل صريح، بل بالعكس قعد يشكر في بعض الجوارات ويسمي فيهم، لكن من كلامه واضح ماهوش ياخذ حد. سألوه بعد على جوالات البطولة، فماشي شكون جوار هكا سبيسيالمون لفت انتباهه ويستحق يكون موجود في الليست نتاع ليكيب ناسيونال. أكيد أكيد بيان سور، ديما تبقى المرجع الأول لأي منتخب هو البطولة نتاعو. احنا اليوم عندنا تقريب 7 و8 لاعبين اللي كانوا موجودين في القائمة الأخيرة ما بين حراس ما بين اللاعبين ينشطوا في البطولة الوطنية. هذا المطمح نتاعنا ديما تبقى هي أول بوابة اللي نحن ولا أول حاجة باش ناخذوا منها السبور اللي نحن باش ناخذوا منه اللاعبين. إن شاء الله هذا نداء للاعبين الكل، أبواب المنتخب ديما موجودة، قاعدين نتابعوا في الشامبيونال الكل، دونك كل جوار إيل كونفيرم النيفو نتاعه. في نظرتي أنا ولا في تفكيري سي فري نحبوا النيفو دو كومبيتيسيون، إذا نحبوا نطلعوا أن بالي فريمون عالي جدا، نحبوا لو نيفو دو كومبيتيسيون لانتونسيتي سيرتو نتاع الكومبيتيسيون يكون عالي جدا، لكن يبقى كل لاعب موجود في البطولة الوطنية إذا كان يظهر الإمكانيات نتاعو، لكن ديما يبقى مستوى البطولة التونسية هو اللي أعطانا منتخبات كبيرة. اليوم ثم توجه وعادي جدا، دونك عندنا بوتونسيال نتاع لاعبين اللي ينشطوا في بطولات أوروبية كبيرة مهم جدا باش نستغلوه، لكن ديما البطوله الوطنيه عندها القيمه نتاعها. هنا انا عندي معلومه مؤكده اللي ثم 5 جوالات على الاقل يتابع فيهم، وعلى الاقل باش ياخذ واحد منهم في الليست في بلاصه وهبي الخزري، هما هيثم الجويني نتاع ستاد، محمد امين الحبوبي نتاع السي اس اس، ورفيق الكامرجي نتاع بنقردان، حمدي العبيدي نتاع الكلوب افريكان، ومحمد علي بن حمودة نتاع المكشخ. واحد من على الاقل واحد من هذوما 5 باش ياخذوا، حاط عينه عليهم هذوما وقاعد يتابع فيهم. وعنده في الستاف تكنيك نتاعو شكون قاعد فريمون يتبع فيهم بالكدا بالكدا، باش نلقاو على الاقل كما قلت لكم اسم من الاسماء هذوما في الليست فينال اللي باش تهبط لوساز. جوستومون دونك بالنسبه للقائمه الجديده الحوار هذايا، دونك قال وقتاش باش يهبطها ولمح لشكون باش يستدعى فيها، نسمعوه اش قال في الموضوع هذا. اكيد ان شاء الله انت صادق، نهار 16 نهار الخميس 16 دونك جودي تكون ندوه صحفيه قدموا فيها القائمه، ان شاء الله نكونوا موفقين فيها ونعطيو حق الناس الكل، باش تكون قائمه عاديه جدا. اكيد باش يصير فيها بعض التغييرات، لكن كيف ما حكيت ثم ان ويو سوليد نتاع المنتخب قاعدين نخدموا عليه ومكسب بالنسبه لي انا. ثم لاعبين اللي شاركوا في المونديال الاخيره ماهمش باش يكونوا موجودين، ثم لاعبين اللي تاد فورم اكتويل تسمح لهم باش يكونوا موجودين، ديما ابواب المنتخب مفتوحه باش تكون قائمه ان شاء الله متوازنه وتعطي اكثر ما يمكن ميريت واستحقاق. هذا اهم دوسي في الوقت الراهن، نعرفوا اللي لو بوتونسييل تاع لي جوار اللي موجودين كيف ما كنت نحكي مهم جدا، يبقى نواه كبيره للمنتخب. كل لاعب اهم شيء سي لامور دو لابارتونونس باش يكون موجود معنا، هذا اول كريتير بالنسبه لي نحن. ثم اون سيلول اللي كنت تحكي فيها سي سليم بن عثمان واللي معاه قاعدين يقوموا بعمل كبير، قاعدين يتصلوا. نحب نحكي فقط على لي جوار اللي هما ديجا ابدوا رغبتهم ولا عندهم حتى سور بابي عندهم الباسبور التونسي بلغتنا احنا. ثم اتصالات كبيره مع عده لاعبين، الاسماء اللي كنت تحكي فيها الياس العاشوري كان موجود معنا تقريب في جوان، نفس الشيء سيف الدين الطيف كان موجود معنا في سبتمبر، دونك هذوما لاعبين سوليسيتي ديما نتبعوا فيهم وموجودين في السيلول دو سويفي. اسماعيل الغربي ينجم يكون تونسي؟ نتمناه، لاعب ممتاز. اخر الاخبار ما نحبش نعطي خبر مانيش واثق منه 100%، دونك جو بريفير. الرغبه موجوده من اللاعب؟ اكيد كونه عنده ثم رغبه، اللاعب مازال صغير يحب ياخذ وقته باش ياخذ الديسيزيون فينال، ماهيش ديسيزيون صغيره.
سالا نعرفوا اللي هو عنده الجنسيه الفرنسيه، الجنسيه الاسبانيه والجنسيه التونسيه، مازال اللاعب ما خذاش قراره نهائي، حب يزيد يخمم وهذا من حقه. يوسف شرميتي اتاكون دو بوانت محترم جدا في بورتو ولعبت تعرق عليه ولعبت بملايين الاوروات، قادر انه يكون تونسي؟ نتمناه ان شاء الله هو تكون عنده الرغبه. احنا كمنتخب تونس لاعب بالمواصفات هذه اكيد كل منتخب يتمنى باش يكون موجود معاه، لكن اهم شيء كونه رغبه اللاعب واستعداد اللاعب باش يكون يمثل منتخب. اونفان بالنسبه للجول، معضله الجول في ليكيب ناسيونال نتاعنا هي معضله ومش معضله، دونك على قد ما عندنا جول مبدئيا نقولوا بارزين سواء في البطوله سواء في كوب دافريك، لكن وقت اللي يمشوا المنتخب يبقى ديما نقطه استفهام عليهم، الروندمون نتاعهم مع ليكيب ناسيونال ماهوش هو. اسكو دحمان مازال ضامن بلاستو كوم تيتولير ولا اسكو البشير بن سعيد هو الابرز حاليا؟ الله سالوه كمان في الموضوع هذايا، كان الرد نتاعو هو الاتي. ديما يبقى وهذا مكسب نشوفوا اليوم الروندمون تاع بشير ما شاء الله، نفس الشيء دحمان يمكن نقص شويه على ريتم الكومبيتيسيون على خاطر معز بن شريفيه والا بشير قاعدين يشاركوا اكثر في المسابقات الافريقيه، معز بن شريفيه ماهوش جديد وماهوش غريب على المنتخب وديما يبقى باب منتخب مفتوح، معز حسن نفس الشيء، دونك الياس الدمرجي اللي كان حارس اولمبي، ثم النويو تاع سته وسبع حراس اللي موجودين، ان شاء الله الثلاثي اللي باش يكون موجود في الكونفوكاسيون الجايه هو نفس الشيء استحقاق ليتاد فورم اكتوال. سيف الدين الخاوي كان غايب في المونديال، ابواب المنتخب مازالت مفتوحه لسيف الدين الخاوي، قاعد يقدم في موسم محترم في فرنسا. محترم جدا سيف الدين الخاوي، واحد من النواه اللي نحكيو عليه في المنتخب، كان في فتره سابقه موجود معانا، تعدى بفتره صعيبه. البروز نتاع سيف الدين الخاوي يمكن في الفتره هذه بعد المونديال عمل مستوى ممتاز، يبقى لاعب مهم جدا مؤثر جدا في المنتخب، متى ما القائمه تستدعي باش يكون موجود معانا سيف الدين الخاوي ثم حتى ما نعرفش يكون موجود. بون في النهايه انا شخصيا يظهر لي اللي كلامه فيه ثم حاجات مقنعه ومعقوله، اما ثم زاد حاجات واضح وانه ما يحبش والا ما ينجمش يجبد عليه، دونك قاعد يغطي على حاجات ما يحبش يطرق لها بالكل، واحتمال ربما حتى وانه تفاهم معاهم وانه ثم اسئله معينه ما يسالوهمش، خاطر كما لاحظت وسيكلار وانه ثم برشا جزئيات برشا اسئله مطروحه في اذهان الجماهير ما تجبدش عليها بالكل 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 في الانترفيو هذا. ثم زاد في التعليقات نتاعكم اكتبوا لنا شنو رايكم في كلام جلال القادري، هل انه اقنعكم ولا ما اقنعكمش؟ في النهايه كنت معكم مراد بالحاج تونس من قناه الجبهه الفرنسيه The World، والى اللقاء.